إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة الأفاضل، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلة. وأسأل الله العظيم الذي جمعنا في هذا البيت على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته ومستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وحياكم الله في مجلس من مجالس الذكر. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتاعوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. فهذه المجالس كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة وتتنزل فيها السكينة، ويذكر الله سبحانه وتعالى من حضر مجالس الذكر في من عنده في الملأ الأعلى. فوقف بنا الكلام في أعلام السنة المنشورة في اعتقاد الطائفة الناجية المنصورة في 200 سؤال جواب في العقيدة إلى الشهادتين، وقلنا أن الإسلام، دين الإسلام عبارة عن ثلاثة مراتب، وكل مرتبة لها أركان. المرتبة الأولى أو المنزلة الأولى للإسلام وله 5 أركان، والإيمان وله 6 أركان، ثم الإحسان وهو ركن واحد. فهذه الأركان بمثابة الأعمدة، فالبناء، هذا البناء أو أي بناء له أعمدة تقوم عليه. كذلك الإسلام له 5 أعمدة أساسية، لا يصح إسلام الإنسان إلا بهذا البناء وبهذه الأعمدة الأساسية. فالعمود الأول من أو الركن الأول من أركان الإسلام وهو الشهادتين. والشهادتين، منزلة الشهادتين من أركان الإسلام، هي مفتاح الإسلام. الإنسان يدخل الإسلام، أي الغير المسلم يعني، ده بخلاف الذي ولد في بيئة مسلمة. لأن الإنسان أصلا لما يولد، يولد بطبيعته وبفطرته مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، على فطرة الإسلام. فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالأصل أن الإنسان يولد على فطرة، على دين الفطرة، على الإسلام. أما إذا كان إنسان غير مسلم، فهذا الذي ولد على الفطرة وأبواه مسلمين لا يحتاج إلى أن ينطق بالشهادتين، هو أصلا مسلم، لا يحتاج أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد محمد رسول الله، عشان يدخل في الإسلام، هو أصلا مسلم خلاص. أما الكلام على غير المسلم، إذا أراد أن يدخل الإسلام فلا بد أن يأتي بالمفتاح، مفتاح الإسلام: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. ولكن هذا المفتاح كما قال أحد السلف له أسنان. أي مفتاح لو جيت تفتح بيه لازم يكون فيه أسنان، الشفرة، لو ما فيش أسنان مش هيفتح المفتاح. كذلك هذا المفتاح، الشهادتين لها شروط، إذا لم يأت العبد بشروط لا إله إلا الله لن تنفعه في الآخرة. طيب، الشهادتين، قلنا أن الشهادتين هي مفتاح الإسلام ومفتاح دار السلام أي الجنة، رزقنا الله وإياكم إياها. طيب، الدليل على أن الشهادتين هي الركن الأول من أركان الإسلام، قال قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا، المؤمنون الصادقون حقا، الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، هؤلاء هم المؤمنون، شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. أمرت أن أقاتل الناس. وقلنا في الدرس الماضي أن ليس معنى هذا أن الإسلام انتشر بالسيف، لا، الإسلام انتشر بالدعوة الأول، وبعد الدعوة في دفع الجزية من أهل الكتاب، فإن أبوا فنقاتلهم، إما أن يسلموا وإما أن يقاتلوا حتى يكون الدين لله تبارك وتعالى. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس، أي أمرني ربي
أن أقاتل غير المسلمين بالتدريج اللي احنا قلناه، عشان ما حدش يفهم ما في ال يعني مع كثرة التشكيك في الإسلام في هذا الزمان، ومع كثرة الشبهات ومن ضمنها أن الإسلام انتشر بالسيف. خطأ، الإسلام انتشر بالدعوة، بالدعوة إلى التوحيد، ثم إن أبوا يؤخذ الجزية من أهل الكتاب، فإن أبوا يقاتلوا خلاص حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابه مع الله تعالى. يعني الكفار إذا قالوا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يقف المسلمون عن قتالهم، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. طيب السؤال، هل الإسلام عبارة عن شهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة بس؟ فين الصوم وفين الحج؟ أهل العلم اختلفوا في التفسير هنا في الحديث. قال منهم من قال أن ربما عندما حدث النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث أن الحج لم يفرض بعد ولا الصوم فرض بعد، ومنهم من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر الصلاة والزكاة لأنهما من العبادات الشاقة على الإنسان، وهي يعني من العبادات الشاقة على النفس، وهي من العبادات الظاهرة. فقيل ذلك وقيل ذلك. فالمسلم أو الإنسان الكافر إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، حتى لو قالها نفاقا ورياء عشان يعصم دمه، نكف عن قتاله ويقبل منه في الظاهر، حتى لو أقام الصلاة في الظاهر، وحتى لو أدى الزكاة في الظاهر يقبل منه. عصموا مني دماءهم وأموالهم، خلاص ليس لنا الحق أن نعتدي على أموالهم، ولا ليس لنا الحق أن نعتدي على أنفسهم، له حرمة إلا بحق الإسلام. يعني إيه حق الإسلام؟ يعني القصاص. لو مثلا لو قتل حد يقتل قصاصا، لو قتل حد من المسلمين يقتل قصاصا، لو اعتدى على حد فجرحه يجرح، لو قطع إيد حد يقطع، لو سرق تقطع يده، وهكذا. لو زنى وكان محصن يرجم، ده حق الإسلام. وحسابهم على الله تعالى فيما يسترون من الكفر والمعاصي. كما قلنا المنافق قد يقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكن في داخله كما سنعلم في الشروط ليس متيقن بها أصلا، ولا راضي بها ولا قابلها، بس هو قالها عشان إيه؟ يعصم الدم والمال. يقبل منه في الظاهر وحسابه على الله تعالى، الله سبحانه وتعالى هو اللي يحاسبه على ما في السرائر. الشهادتين، أول يعني من شهد لنفسه بأنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هو الله تبارك وتعالى، شهد الله أنه لا إله إلا هو، ثم ثنى بالملائكة والملائكة، ثم ثلث بأولو العلم، وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وده أعظم دليل على الشهادتين، أن الله سبحانه وتعالى هو الذي شهد بنفسه على هذا الأمر العظيم، كما قالوا أعظم شهادة من أعظم شاهد على أعظم مشهود. أعظم شهادة شهادة التوحيد، من أعظم شاهد هو رب العالمين، على أعظم مشهود على هذا، على أنه لا إله إلا الله. وأولو العلم، أولو العلم دخل فيهم الأنبياء، ودخل فيهم ورثة الأنبياء اللي هم العلماء، ودخل فيهم المؤمنون الصادقون الذين شهدوا لله بالتوحيد وأقروا به اعتقادا، كل هؤلاء يدخلون في أولو العلم. وقال الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ونحن مخاطبون في بعده، فاعلم أمر أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فعل أمر من الله. وكذلك قوله تعالى وما من إله إلا الله، هنا في نفي وإثبات، لا إله، لا إله نفي، إلا الله إثبات. وأهل اللغة يقولون إذا اجتمع النفي مع الإثبات أفاد الحصر، يعني لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، كل الآلهة التي تعبد من دون الله آلهة باطلة، وما من إله نفي، إلا الله إثبات. وقال تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. لو كان الأمر كذلك إذن لكل لا 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 كل إله أحب أن
يعني يحصل بين كل إله وإله معاندة ومخاصمة، ويعني كل إله يريد أن يعلو على الآخر، والأمر ليس كذلك. الأمر ليس كذلك، بل هو الله سبحانه وتعالى الواحد الأحد الفرد الصمد، كما قال سبحانه وتعالى في سورة الإسراء: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. وفي قراءة: قل لو كان معه آلهة كما تقولون أيها المشركون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. قيل معناها أن لو كان الأمر كذلك، لو كان مع الله آلهة كما تزعمون، إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، يعني طلبوا القرب من الله سبحانه وتعالى، من ذي العرش سبحانه وتعالى، تقربوا إليه بالعبادة. وقيل أن إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، يعني ابتغوا سبيلا إلى مغالبته سبحانه وتعالى. ما هم آلهة بقى، عايزين يحطوا يعني بالند مع الله سبحانه وتعالى. والأمر كما قلنا ليس كذلك، كما قال الله: ولا على بعضهم على بعض. ولكن الصحيح الأول أن إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، يعني ابتغوا إلى الله طريقا إلى عبادته والتقرب إليه. فحتى الآلهة التي يعني، لأن الله سبحانه وتعالى هو الملك جل جلاله، هو الخالق، هو الرازق، هو الخالق، هو المدبر، فكل المخلوقات تذعن أنه هو المستحق العبادة إلا من عاند وكفر والعياذ بالله. طيب، المهم في شهادة أن لا إله إلا الله، ما معنى لا إله إلا الله؟ كثير من المسلمين لو سألته يعني إيه لا إله إلا الله؟ هيقعد يفكر، واللي عارف منهم يقول لك يعني لا معبود إلا الله، لا معبود إلا الله. خطأ، بدليل إن منذ خلق الله الخلق، أو منذ أن وقع، بلاش منذ أن خلق الله الخلق، منذ أن وقع الشرك في الأرض، واتخذت آلهة من دون الله. أول من وقع الشرك وقع قبل زمن نوح عليه السلام، قبل ما يبعث نوح عليه السلام، لذلك بعث الله أول رسول وهو نوح عليه السلام. قال ابن عباس في قوله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين وبشيرين ومنذرين. قال: كان الناس 10 قرون ما بين آدم إلى نوح، يعني كم سنة؟ 1000 سنة، 10 قرون على ملة واحدة، كان الناس أمة واحدة على الإسلام، ثم وقع الشرك فبعث الله نوحا عليه السلام أول رسول أرسل إلى الأرض. فمنذ أن وقع الشرك في زمن نوح عليه السلام إلى يومنا هذا، في آلهة تعبد من دون الله، صح؟ فما ينفعش نقول لا إله إلا الله يعني لا معبود إلا الله. إذا في يعني دقة في تفسير لا إله إلا الله. لا إله إلا الله لكي تفهم، لابد أن يعني عشان نعرف الخطأ اللي وقع في معنى لا إله إلا الله، نفهم معنيين. المعنى الأول كلمة إله، ما معنى إله أصلا؟ ولو واحد سألك يعني إيه إله، واحد لو جه قال لك، لو أنت بتتكلم مع واحد مش مسلم وجيت تقول له يعني يا أخي لا إله إلا الله، ما ينفعش نعبد إلا الله، هيقول لك يعني إيه إله أصلا؟ تعرف يعني إيه إله؟ طب واحد بيعبد مثلا بوذا، صنم، واحد بيعبد بقرة، وجم قعدوا يتكلموا معاك وأنت بتعبد الله الواحد الأحد، يجي يقول لك يعني إيه إله؟ لازم نعرف يعني إيه إله. المعنى الأول الإله هو المعبود، خلاص؟ إله يعني معبود. أله يأله إلهة وألوهية، ده التصريف اللغوي بتاعه، أي المعبود سبحانه وتعالى. لذلك اشتق في النهاية وتوصلوا إلى الله لفظ الجلالة من هذه الصيغة، أله يأله إلهة وألوهية، أي إذا عبده، خلاص. فلذلك جاء لفظ الجلالة سبحانه وتعالى اسمه الله، ليه؟ لأنه مألوه، محبوب ومعبود، خلاص، ده معنى إله. طيب، المعنى الثاني مهم جدا عشان نفهم الخطأ في تفسير لا إله إلا الله، في خبر محذوف في جملة لا إله إلا الله. الخبر المحذوف كلمة حق، وهو خبر لا، يعني لا إله حق إلا الله. وضحت كده؟ لأن في آلهة باطل، كل الآلهة من دون الله باطل، صح؟ كما سنعلم بالأدلة، وكما هو يعني راسخ وثابت عند كل مسلم مؤمن موحد، أن كل الآلهة من دون الله باطل، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير، خلاص. فمعنى لا إله إلا الله، لو حد سألك قول له لا معبود بحق إلا الله، وكل ما سواه من المعبودات باطلة، ليه؟ لأن الله هو المستحق للعبادة. لذلك قال هنا رحمه الله: لا إله إلا الله هي نفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله سبحانه وتعالى، وإثباتها لله عز وجل وحده لا شريك له.
لا إله نفي، إلا الله إثبات، لا وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. ده أمر بدهي، هو حد شريك مع الله في ملكه؟ إذن لا ذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، كل واحد عايز إيه يظهر بقى من ما هو إله بقى، وده يستحيل. كل العقلاء أجمعوا على أن هذا الكون له مدبر واحد، صح؟ فكما أنه لا خالق ولا رازق ولا محيي ولا مميت ولا مدبر لهذا الكون إلا الله، فإذا لا معبود بحق إلا الله، خلاص. قال تعالى بأن ذلك، بأن الله يعني ذلك الموصوف بكمال القدرة والعلم، بأن الله هو الحق، أي كما قلنا الإله الحق هو المألوه يعني المعبود بحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. نأتي للشروط بقى. قلنا أن لا إله إلا الله هي مفتاح الإيه؟ مفتاح الجنة، لكن أي مفتاح لازم يكون ليه أسنان عشان يفتح. الأسنان دي الشروط، شروط لا إله إلا الله لو مش موجودة لا تنفع في الآخرة ولا ليها أي لازمة، حتى لو قالها بلسانه في الدنيا هنقبل منه في الظاهر، مسلم في الظاهر وتجري عليه أحكام الإسلام، لكن إذا مات ولم تنطبق عليه الشروط دي لن تنفعه في الآخرة عند الله. هو طبعا المصنف هنا رحمه الله يعني ذكرها سردا، ولكن في كتابه الأكبر منه اللي هو سلم الوصول وألف عليه الشرح بتاعه معارج القبول ذكرها في بيتين، قال: العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول، الصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحب. هم دول 7: علم ويقين وقبول وانقياد وصدق وإخلاص ومحبة، 7 شروط. الشرط الأول علم، يعني أن يعلم بمعناها، زي ما احنا إيه فسرنا من شوية معناها، أن يعلم العبد معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. طيب، ما الدليل على هذا الشرط؟ الدليل قال سبحانه وتعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. من شهد بالحق يعني من شهد أن لا إله إلا الله، نطق بها، وهم يعلمون أي يعلمون بقلوبهم ما نطقت به ألسنتهم. فهذا دليل على أن لابد أن يعلم العبد معنى لا إله إلا الله. والله سبحانه وتعالى قال: فاعلم، كما مر معنا، فاعلم، فاعلم يعني تعلم، فاعلم، وده أمر للنبي صلى الله عليه وسلم، والأمة مخاطبة بهذا الخطاب من بعده، فاعلم يعني تعلم لا إله، أن لا إله، أنه لا إله إلا الله. وقال سبحانه وتعالى: فاعلموا انما انزل بعلم الله وان لا اله الا الله، اعلموا ان لا اله الا الله. ومن السنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم ان لا اله الا الله دخل الجنه. من مات وهو يعلم ان لا اله الا الله دخل الجنه. مش معنى كده انه لو عمل ذنوب لا يحاسب عليها، لا، صاحب ان شاء الله ستاتي معانا هذه المباحث باذن الله تعالى. هو اذا عمل يعني معنى كده هو دخل في الايمان بالكليه، لكن لو عمل ذنب لازم يتوب، ولو ما تابش امره الى الله سبحانه وتعالى، ان شاء عذبه به يوم القيامه وان شاء عفى عنه، والله غفور رحيم. طيب، ده اول شرط، ان هو ان يعلم لا اله الا الله. الشرط الثاني العلم واليقين. الشرط الثاني هو شرط اليقين، اليقين المنافي للشك. الشك ده من صفات من؟ ها؟ من صفات مين؟ ربنا ذكرهم في القرآن عندهم شك في قلوبهم، ريب وشك، ها؟ المنافقين. يبقى المنافق بيقول لا إله إلا الله، هو أصلا قلبه مش موقن بها، خلاص. يبقى اليقين مضاد للشك. اليقين مأخوذ من الاستقرار، الاستقرار الجازم بالقلب، يعني ده أصل اليقين. أصل اليقين هو الاستقرار، زي ما ربنا قال في القرآن: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني حتى يستقر بدنك بخروج روحك،
لان لو الروح خرجت من البدن، ايه اللي يحصل في الجسد؟ يبقى مستقر، هيبقى خلاص ما مش هيتحرك، ما فيش فيه اصلا روح ثابت. كذلك الاستقرار، الاستقرار هو ما استقر، كذلك اليقين، عفوا، اليقين هو اصله الاستقرار، يعني ما استقر في القلب. يعني الايمان مستقر مرتكز في القلب، لا يتزعزع ولا يتحرك، خلاص. اما ضد اليقين الشك والريب، ده من صفات المنافقين. طيب ايه الدليل على هذا على هذا الشرط، ان لابد ان يقول لا اله الا الله، لا اله الا الله وهو موقن بقلبه؟ قال الله سبحانه وتعالى: انما المؤمنون الذين امنوا بالله، امنوا بالله يعني شهدوا ان لا اله الا الله ورسوله، وشهدوا ان محمد رسول الله، ثم لم يرتابوا، ما دخلش الشك في قلوبهم، خلاص، ثم لم يرتابوا يعني لم يشكوا في انه لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. قال عز وجل عنهم إيه؟ أولئك هم الصادقون، هم الصادقون في إيمانهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن شرط اليقين كما أخرجه مسلم: أشهد أن لا إله إلا الله، ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما، يعني مش متردد، إلا دخل الجنة. تاني قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة كما في صحيح مسلم أيضا: من لقيت وراء هذا الحائط، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم دخل ساعتها حائط، يعني مكان متسور بسور، وكان يعني على بئر، وكانوا على ماء، وجلس هو وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما، عنهم جميعا. ودخل أبو هريرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: من لقيت وراء هذا الحائط، يعني بعد ما تعدي السور اللي احنا فيه، يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه، فبشره بالجنة، يقين. وهذا الحديث أيضا في صحيح مسلم. طيب احنا نقف عند الشرطين الاولين. يبقى اول شرطين من شروط لا اله الا الله، الشرط الاول العلم، ان يعلم معنى لا اله الا الله. الشرط الثاني اليقين، يكون موقنا بها بقلبه، يعني ما يقولهاش وهو شاك متزعزع. وايضا من الشكوك التي تاتي يعني في قلب الانسان، ان يشك في هذا الدين، بان هو الدين الحق، وأن يشك بأن غيره من الأديان الحالية كاليهودية أو النصرانية على حق. هو يشك، يدخل في قلبه يقول لك: معقول اليهودي ده؟ والله في كده، والله أنا سمعت بأذني وحكي لي من أناس ثقات أن بعض المسلمين اليوم ما زال يشك أن اليهود والنصارى كفار، ويستعجب يقول كيف صاحبي في العمل، هو مثلا يعني بالذات اللي بيعيشوا بره في الغرب في أمريكا وأوروبا، يقول كيف يكون زميلي في العمل ورجل على اليهودية ولا النصرانية، كيف يدخل النار وأنا أدخل الجنة؟ هذا إشكال، هذا لو اعتقد هذا الاعتقاد لا ينفعه لا إله إلا الله. لا يجوز لك أن تشك بأن اليهودية صح أو على حق، أو النصرانية على حق، فهي أديان كلها باطلة. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وألقاكم على خير بإذن الله تعالى في اللقاء القادم.